اليوم تبارك الله على الإخوان ديالنا جميعا عبر العالم. المسلم ديما متميز بالتغذية الصحية، وانتم لاحظتوا التوجيهات النبوية ديما عليه الصلاة والسلام تنبهنا بالتمر. الدار اللي ما فيهاش تمر الناس ديالهم جيعانين، واخا يكون عندهم الخزان ديال العالم ديال التغذية. إذا فالتمر أساسي ومحوري، صدق عليه الصلاة والسلام، والحمد لله على هذه النعمة ديال التوجيهات النبوية. والتحاليل ديال التكوين ديال هذه المادة اللي هي التمر بينت على أنه المكونات ديالها فيها التغذية الأساسية. والغريب في الأمر 100% فوائد، صفر بقايا. الجسم تيستفد وما تيضيعش، في أقل من ثلث ساعة تنكونوا استفدنا، والجسم تيأكد وتيقوي والجسم تيتقوى من تياخذ هذا النوع من المواد. والمكونات ديالها اساسيه بما فيها املاح معدنيه بحال الحديد، بحال البوتاسيوم، بحال الكالسيوم، بحال المنغنيز. كذلك لقينا فيه دي فيبر اليمونتيغ مهمين تيحميو الامعاء باش يكون الامتصاص، يبقى الامتصاص وما يتصابش بالسرطانات. ولقينا راسنا على انه عن طريق التمر كثير من المواد الاساسيه اللي هي بسيطه الامتصاص وسهله الاستعمال بحال السكريات. دغيا الجسم تيستافد منها استفاده طيبه مباركه، ولقينا على انها مقويه كثير. فهذا النوع من المواد من تستبدو مباشرة، أول عضو تستبد هو الدماغ، تتكون بون أوكسيجيناسيون، وتكون السكريات اللي تتغذى منها الدماغ تتكون سهلة الامتصاص، وهنا في الانتباه تحضر. لذا متى ناكلو التمرات من الأفضل عاد نمشيو نصليو، ثم من بعد نكملو التغذية ديالنا الباقية. فلقينا على أنه الدماغ تتغذى على الأكسجين وتتغذى على السكريات، والدماغ تستافد. كذلك الكبد تستافد فتنتبه، لأنه هو المعمل ديال 6000 مهمة داخل الجسم، وتبدا تشتغل باش يوجه كل هو التغذية والفيزيولوجيا ديال الجسم. ولقينا راسنا وتصنع فيتامينات وتقوي وتنقي الجسم من كثير من السموم، وهذه مهمة أساسية ضرورية لابد منها. إذا ففي الحديد، والحديد تحتاج الدم في الدورة الدموية والأكسجيناسيون باش الدم يمشي يوصل التغذية والأوامر إلى باقي الجسم، وكذلك ياخذ السموم من خلايا الجسم وتخويها، وهكذا تكون عملية التفريغ. فالكلوي خصهم يخدموا، لي بومون خصهم يخدموا، الرئتين كذلك، الجسم تحس بالحيوية والتواصل وفيق منتبه. لذا تتكون واحد الطاقة خاصة مهمة من بعد العملية ديال أخذ التمر. لقينا راسنا عن طريق التمر تنقدروا أنه نضبطوا التغذية الأساسية. مثلا الجسم تيكون صايم واحد 9 سوايع، ممكن إذا من 4 الصباح حتى للسبعة، شو تبارك الله المدة الزمنية أكثر من 12 ساعة. فالجسم ملي غير تعطيه التمر تيمصها بطريقة جيدة وآمنة، ماشي بحال ملي تاخذ مادة زيتية أو طاجين أو حاجة طيبة اللي خصها الوقت باش أنها الجسم يستافد منها. بالعكس دغيا تيستافد منها، بعيد من داك الكلام ديال شي ناس يقول لك المواد السكرية واخا تكون طبيعية صعبة الهضم. لا، خطأ، هذاك السكر الابيض هو اللي تيمحل الجسم. ثانيا الكيماويات هما اللي تيمحل الجسم، اذا كل المعلبات المضافات الغذائيه كذلك المقليات والمطبوخات هما اللي تيتعبوا الجسم. حنا تنتكلموا على السكريات الطبيعيه 100% بما فيها الفواكه، بما فيها الخضار، بما فيها التمور، بما فيها الشريحه، الزبيب، هاد الفواكه الجافه. بالعكس هادو ما تخافوش منهم، فهما ساهلين الهضم. ومن من 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 من, من بدايه العالم الناس يعرفوا على انه مواد بسيطه الهضم وسهلة الهضم. كذلك الفواكه والخضار، بخصوص من يبدا التخصص ديال التغذيه الصحيه من الربعينات، والناس ياكدوا على انه تغذيه سهله الامتصاص. بحال يوقع لزيت الزيتون، تيقولوا الناس ديال المتوسط قلبهم مزيان، ملي تياكل زيت الزيتون القلب مزيان والشرايين مزيانين. غير بداو الناس يحيدوا زيت الزيتون من الاكل وتيخلعوهم مجموعه ديال الناس اللي ما تيفهموش في التغذيه، بالقلب ولا عيان ولا الجلطات ولا المشاكل ديال القلب ضعيف، وهذوك كلهم من الاخطاء للتغذيه التوجيهيه ما كايناش. اذا خص التوجيه في التغذيه الصحيه، فالتمر سيد التغذيه. اذا خصنا نتعلموا ناخذوا التمر، نقرملوا شويه ديال زرعه كتان جنجلان النافع،
وفي نطحن نقرملهم شويه، نطحنهم بالزيت ديالهم، ونعمرهم نعمر بهم التمر. تعلموا ناكلوا 3 حتى 7 تمرات في كل وجبه، في الفطور في العشيه ومن في الليل، لانه باش الجسم ديالنا ياخذ الاوميغا 3 الاوميغا 6، ياخذ لي زونتي اوكسيدون النافعين، والجسم تيتقوى. تولي معنا ناخذوا كاس الحليب كبير نغليوه ونديروا فيه تمرات 3 حتى 7، نحيدوا العظم بالطبع. وفي الصباح منين نفيقوا ناخذوا، تيكون بواحد قيمه غذائيه تنجمعوا بين الحيواني مزيان، وبين الحيواني اللي هو الحليب بالكازيين ديالو كذا، وبين التمر اللي هو النباتي، وتنقوي الامعاء وتنقوي الكبد، تنقوي الجسم ديالنا بطريقه جيده جدا. هكذا لقينا راسنا على انه التغذيه الصحيه مقويه للذكاء، مقويه للبنيه، مقويه للكبد، مقويه للدماغ، وهكذا تنقدروا نطلعوا تغذيه متميزه متميزه جدا. السؤال اللي مطروح هو انه هاد الحليب مع التمر من جهه، او زرع الدجاجه مع التمر، تقوي الذكاء، نعطيه لوليداتنا ونقوي لهم البنيه والعظيمات، في الاوميغا 3 في الاوميغا 6، التوازن الهرموني للبنيه الدماغ للتركيز للذاكره. كنا خصنا نكونوا في هذا النوع من التوجيه الصحي والتوجيه التغذيه الجيده، وهكذا تنكون ان شاء الله في المستوى الكبير. هنا رسنا على انه التمر يمكن نطحنوه ونبدا نحليو به الكاطو ديالنا، نحليو به المشروبات الساخنه اللي تنشربوا. انت علاش ما نديروش مثلا حسوه الشاي ملي نطيبوها، نديرو فيها واحد الساعه قبل الافطار، نلوحو فيها التمرات نخليوها ترقد وناكلوها مع شويه النفاع شويه ديال زرعه كتان. هكذا وانتم تعرفوا حسوه ديال الشعير مقويه للكلى، مقويه للكبد، مقويه للامعاء، مقويه للمعده، مقويه للدماغ، وتتعطينا بنيه صحيحه للمفاصل والعظيمات. شوف التغذيه الصحيه خصنا نرجعوا لها ان شاء الله بهذا الشكل، بهذا القوه، بهذا الحماس. اذا فلاحظتي انه الناس ملي تياخذوا هذا النوع من التغذيه تيستافدوا فائده كبيره على الصحه ديالهم، وهكذا تنكونوا في واحد التميز متميز. التغذية الصحية مهمة، وداك العظيمات ما نلوحوهمش، نتعلموا نرقدوهم في الماء. كاين اصول في اليوتيوب اللي في التنبيت تاع العظم ديال التمر، تعطينا النخلة وتنترقدوه في الماء، ومن بعد تنديروا له التراب ديالو وتنبتوهم. من بعد 3 4 سمات تطلعوا ديك النبيتة طالعة، نركزوا بطريقة جيدة ونتعلموا منين نبتوا، نشجروا المدينة ديالنا ونشجروا الغابات اللي بداو تيضيعوا، الناس ياخذوا تيموتوا الشجر او تاخذوا منهم الخشب وتيضيعوهم لنا. كذلك ارقان ما شاء الله في السوس اجتهدوا الناس الله يجزيهم بخير. كذلك العرعر في الصويره خصهم ينتبهوا له، كذلك حنا خصنا ننتبهوا النخل في وسط المدينه اللي صراحه الثمن ديالو غالي بين 500 درهم حتى 5000 درهم حسب الكبر. وهكذا نكونوا ناس انجاز، صاحب انجاز، ونزيدوا القيمه المضافه لهذا الخير اللي عندنا. كذلك انه العظم ديال التمر تنحرقوا فوق عافيه تيولي جمر، ملي تيبرد تندكو تيكون مفحم نص معلقه صغيره مع شويه الماء مغلي قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، تيحيد لي غاز وتعيد حيد لي كونستيباسيون. والجميل هو انه استطعنا عن طريق هاد العظم مفحم نحيدوا حتى الريحه الكريهه اللي كاينه في البطن. اذا مزيان الريحه الكريهه اللي كاينه في البطن وداك الدكارع الخايبين، مزيانين لي غاز، مزيانين لا كونستيباسيون ما شاء الله. وفي رمضان كاين هاد المشاكل كثيره، حيت الناس احيانا ما تيشدوش التوازن في التغذيه بشكل صحيح، وتيتعشاو وتيتقلوا على الامعاء، هادشي كله غير صحي. كذلك العظم ديال التمر يمكن نحمصوه في الفران ونطحنوه ونديرو منين نغربلوه مزيان ونيلوه نص معلقه صغيره مع شويه الماء مغلي مع شويه المعدنوس او الثومه او البصله قبل وجبات الاكل، تقوي القلب والشرايين وتخفض السكري اللي عندهم السكري طالع. وهكذا تعدنا تتحسوا كعندنا الخير وجود، وهاد لا فالوريزاسيون هاد التثمين هاد المواد الطبيعيه تيمكننا نحقوا بها واحد النجاح كبير بالنسبه لصحتنا ولوليداتنا. وهكذا تنحسوا اننا بشر تنقراو وتنستافدو، تنقراو وتنميو، تنقراو وتنزيدو من هذه البلاد قيمه، تنقراو وتنزيدو لا فالور اجوتي. حنا تيمكننا نصدروا هذه الخيرات حيت عندنا عظم موجود، وتناكلوا التمر بين كذا 40 مليون ديال المغاربه، وبين تقريبا جوج المريات تاع المسلمين اللي عبر العالم تياكلوا التمر، والعالم الغربي مين شافنا تناكلوا التمر وعرفوا القيمه ديالها تياخذوه. نتمنوا هذا النوع من المواد ونغتنيو به وناخذوا لا دوفيز تاعنا ونصدروا وندخلوا حركه تجاريه على البلاد ديالنا، ونديروا دي بيبينيغ ديال النخل، ونديروا عاود العظم ديال التمر مفحم وننقيو به الامعاء ديالنا والصحه ديالنا. وهكذا لقينا راسنا. كذلك العظم ديال التمر مفحم يبقى عظم
او فحام تنديرو في الماء تيحيد الريحه الكريهه اللي في الماء، اما الماء معدني او البير او لا غليناه، وتنحاولو نخليه واحد الساعه ممكن 6 سوايع، وتنشربو الماء صافي في امان الله وحفظه، وهكذا تتحسو الصحه ديالنا في الامان. اذا صحتنا هي الفهم ديال مكونات التمر ومكونات ديالو وطريقه الاستعمال، كذلك العظم نتمنوه والعظيمات نديرو بهم منخلات ونديرو بهم علاج السكري وعلاج تنقيه الدوره الدمويه. والعظم لقيتو عطيتو لشي ناس اللي كان عندهم لي بلاكيت نازلين، ملي بداو تيطيبو به تيطحنوه وتزيدوه في الاكل وديروا فواحد الكميسه باش ما هي باش نقدروا نحيدوا داك لابودغ ديالو المسحوق ديالو، تيطلع تيحسن من لي بلاكيت وتيحسن من القوه ديال الدوره الدمويه والقلب. كذلك لقينا على انه العظم ديال التمر ملي تنزيدو في الماكله عظم تيطيب اللحم مزيان ما تيخليهش قاصح وتيبننو، ولقينا راسنا لانه كثير الناس يعطيوه علف للحيوانات في ديزونتي اوكسيدون هالين في السيلينيوم اللي هو ماده هائله جدا وقليله دابا الان. اذا فنتبعوا ان شاء الله الطريقه المتميزه وان شاء الله بالشفاء والصحه والراحه. السلام عليكم.